بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا، الفيديو جولة في تخفيضات العائلة عن أسعار الشنط الحريمي والإكسسوارات. على فكرة أسعار حلوة جدا، بتبتدي من ريالين، هتلاقي اكسسوارات وتوك وشنط، الموديلات حلوة قوي وبجد السعر يعني هتشوفوه في الفيديو تعتبر رخيصة جدا. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حابب تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشرة او الجرس اشعارات الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. دي توك للشعر بريالين وبتلاتة، شكلها حلو قوي. دي برضو ده طقم امشاط وفرش على خمسة ريال. دي بقى اكسسوارات حلقان بريالين، يا بلاش، كل مجموعة الحلقان دي على ريالين، اهي تشكيلة الحلقان دي على ريالين. تقريبا فيها 10 حلقان، يعني تشكيلة مختلفة، 10 × 12 حلقة، 12 حلقة يا بلاش بريالين. في بقى توكل البنات الطقم على بعضه بخمسة، في أطقم بريالين، ادي أشكالها. في برضو ادوات الميك اب، في علبة الميك اب اللي هي الاكريليك دي على خمسة، بتشيل بقى الروج واللام الكحل بخمسة. دي فرش للشعر على خمسة برضو، اي فرشة من دول على خمسة. نشوف بقى اسعار الشنط. دي شنط حريمي حلو اوي، الشنطة البني دي سعرها 49، على فكرة هتلاقوا شنط كمان ب29. الشنطة السودا دي على 49، نازلين بقى تشكيلة جامدة جدا من الشنط وعلى طول بيغيروا، فما شاء الله البضاعة مسحوبة وإن شاء الله الأسعار حلوة. دي ب37 من الأسود والهافان، شايفين الشنطة دي برضو شكلها شيك قوي، الشنطة السودا دي ب43، اللي جنبيها دي ب49، لونها بوستاج دي ولا بيج، لونها بيج. في بقى اللي هي الاوف وايت اللي جنبيها دي برضو على 49، حلوة البيضة اللي فيها ورود دي، في منها اللون اللي هو البني دي على 29. ادي شكلها، شايفين الموديلات ما شاء الله كتير، حلوة الشنطة البيج دي ب49، في منها في برضو ده موديل تاني، دي على 39. انا بحاول اجيب لكم اكبر قدر من تشكيله الشنط والموديلات عشان ايه تاخدوا فكره عن الاسعار والاشكال. دي ب49، وزي ما قلت لكم ما شاء الله البضاعه متغيره على طول، يعني
حلوة الشنطة السفر دي، دي على 49. نشوف برضو تشكيلة تانية من الشنط، حلوة الشنطة الرمادي دي، دي 39 والجنبية دي 49. ساعات بتلاقوا موديل شنطة بتلاقوا منه كذا لون، تلاقوا منه مثلا الأسود البيج اللي هو الهافان. حلوة برضو الشنطة الصفرة دي، دي 49 جميلة دي برضو، طبعا كل واحدة حسب ذوقها يعني. هتلاقوا برضو هنا الأسعار على 49. دي 49 جميلة البيضة دي، دي في منها الأبيض والأسود والبني، دي سعرها 37. في برضو شنط ظهر اهي، حلوة الشنطة الحمراء دي، تسعة وأربعين. في شنط كبيرة وشنط وسط وشنط صغيرة وشنط ظهر وشنط وسط، شايفين الشنطة السوداء دي، حلوة الشنطة الحمراء دي على 49. دي برضو شنطة تانية اهي لونها بيج، شكلها شياكة برضو، دي ب42. دي 49 شايفين شكل دي، هتلاقوا بقى ب37 و39 في الشنط دي برضو. دي 49 اللي هي الكروهات دي. في بقى أشكال تانية، دي بكام؟ دي ب42، أدي شكلها، دي سعرها 49. في على فكرة منها كذا لون يعني، جميلة دي برضو، دي ب42. شايفين الشنطة البيضة دي، على فكرة في منها الأسود كمان والبني، دي ب49. حلوة السودة دي، دي 49 برضو. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في تخفيضات العائلة على أسعار الشنط الحريمي والإكسسوارات. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة، مع السلامة.